ألقت الحرب الدائرة منذ أعوام في بلادنا بكاهلها على جميع القطاعات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة والمواطنون كمصادر دخل، ومنها القطاع الزراعي الذي شهد تدهوراً غير مسبوق، حيث يعمل كثير من اليمنيين في الزراعة والذين يقدرون ب53% من الأيد العاملة بحسب التقارير الرسمية. ولأن نصف سكان اليمن يعتمدون على عوائد الإنتاج الزراعي ويعد مصدراً رئيسياً لدخلهم، إلا أن هذا القطاع بدأ بالتراجع تدريجياً خلال السنوات الماضية، حيث اضطر البعض للهجرة إلى دول الجوار للبحث عن مصدر رزق كفيل بتلبية احتياجاته المعيشية. أصبح المزارعون اليمنيون يواجهون صعوبات وتحديات كبيرة في مواصلة أعمالهم الزراعية مع استمرار الظروف الراهنة التي ساهمت بشكل عكسي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا. وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية 2017، أكد أن الزراعة وصيد الأسماك يعدان من أهم القطاعات غير النفطية بالنسبة للاقتصاد اليمني، حيث بلغت مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي 11% و6% من الصادرات. كما أشار التقرير أن قبل اندلاع الصراع كان قطاع الزراعة يوفر فرص عمل لما نسبته أكثر من 29% من القوة العاملة، وكان هو المصدر الرئيسي للدخل 73% من السكان، إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الخدمات والصناعات التي تخدم الاقتصاد الريفي. وفي ظل الحرب القائمة وتداعياتها الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تدور نقاشات وتساؤلات حول مدى إمكانية إنعاش الزراعة في اليمن لتحقيق الاكتفاء الذاتي، أو بمعنى أصح لسد فجوة الأمن الغذائي. وهذا التساؤل ينوب إما عن عدم معرفة بواقع القطاع الزراعي وتحدياته، أو عن أوهام منسوجة في خيال البعض حول الإمكانات الواعدة للزراعة في سهول اليمن ووديانها وجبالها واحتمال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي ومن القمح تحديداً. بعد 8 سنوات من الحرب المدمرة تعاني اليمن من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، فالبيانات المستجدة عن أوضاع الغذاء في اليمن خطيرة ومقلقة إلى حد كبير. وبحسب مؤشرات التصنيف المرحلي المتكامل، تبين أن 23.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما أن إنعاش القطاع الزراعي يحتاج إلى استثمارات مالية كبيرة في البنية التحتية الزراعية وفي العملية الإنتاجية. وللأسف يعاني القطاع من تدن في استثمارات القطاع الخاص، وتشتت وصغر حجم الحيازات الزراعية، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج والإنتاجية وعدم الاستفادة من اقتصادات الحجم، أي توفر مساحات زراعية واسعة وبالتالي انخفاض تكلفة المنتج، إضافة إلى أن المنتجات الزراعية تواجه صعوبات وتحديات متعلقة بالتخزين والتغليف والتسويق وغيرها من الخدمات الزراعية.